اتهمت الحكومة اليمنية التي يقودها عبد رب منصور هادي جماعة أنصار الله الحوثية بما سمته التلاعب والتملص من تنفيذ بنود اتفاق السويد، وتحدثت عن مسرحية مكررة تتمثل بتسليم 3 موانئ في محافظة الحديدة إلى عناصر من أنصار الله بلباس مدني. وكانت الأمم المتحدة أكدت بدء انسحاب الحوثيين السبت من الموانئ. اعتلى المسلحون مركباتهم ورحلوا، فيما تولى خفر السواحل المسؤولية. هكذا بدت المشاهد في موانئ محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن. الأمم المتحدة أكدت أن مقاتلي جماعة أنصار الله بدأوا إخلاء موانئ الحديدة ورأس عيسى وصليفة، وذلك تنفيذا لاتفاق السويد بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. الحوثيون يقولون أنهم يطابقون التفاهمات بشكل أحادي الجانب بسبب تعطيل الحكومة للمفاوضات ورفضها تنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق. تم إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وفي نفس الوقت يتم إعادة الانتشار من ميناء أي الصليف ورأس عيسى ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية السويد، وهي تعتبر مكملة لما كان قد تم إجراءه سابقا، حيث أنه قد كان هناك إعادة انتشار من ميناء الحديدة لكن بسبب تعنت الطرف الآخر وتصريحات المدعو صغير بن عزيز الذي نسف المفاوضات بتلك التصريحات تم إعادة الانتشار مرة أخرى. من جانبها وصفت الحكومة اليمنية الانسحاب بالمسرحية كونه تم بلا رقابة منها ومن الأمم المتحدة، كما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد. واتهم مقربون من الحكومة المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالعمل لصالح الحوثيين بهدف تسجيل نصر باسمه. ومن المفترض أن ينهي الحوثيون عملية الإخلاء هذا الثلاثاء، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في اليوم الذي يليه للوقوف على آخر تطورات القضية. الحديدة التي وقعت تحت سيطرة الحوثيين تعد شريان حياة الرئيس لليمن، إذ يدخل عبر موانئها 70% من الواردات والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي تطلب إيجاد حل عاجل بخصوصها. دكتور ناصر زهير خبير العلاقات الدولية ينضم إلي عبر سكايب من باريس. أهلا بك دكتور زهير. أولا هذه هي المرحلة الأولى، وكما يعني سمعنا قبل قليل في التقرير بأنها مكررة ومعادة نظرا لأنها جرت في آونة سابقة وكان هناك تشكيك من جانب الحكومة، هل يتوقع لها النجاح في هذه المرحلة؟ باعتقادي لا يمكن أن تنجح هذه المحاولة الآن من تسليم الموانئ لسلطات أو لجهات تتبع لجماعة أنصار الله الحوثي. هذا التسليم لم يأتي ليكون بإشراف من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ولم يكن أيضا يأتي بإشراف من الأمم المتحدة. بالتالي هذه المسرحية كما أسمتها قوات التحالف هي للمرة الثانية أو الثالثة، ولكن أتت الآن ليقول الحوثيون بأنهم يريدون العودة إلى التفاوض ويريدون العودة إلى اتفاق السويد، وهم الذين عطلوا اتفاق السويد في مراحله الأولى والذين لم ينفذوا بنود هذا الاتفاق من الانسحاب من الموانئ والانسحاب من بعض المناطق. الآن الضغط على إيران وحصار إيران، الحوثيون يشعرون بأن الضغط بدأ يزداد عليهم وبدأت الإمدادات من إيران تخف عليهم وبدأت أيضا الأزمة الاقتصادية في إيران، بالتالي هم يريدون العودة إلى مسار العملية السياسية وإطالة المفاوضات إلى أكبر قدر ممكن من الوقت حتى تأخذ إيران أنفاسها. إذا كان هذا هو الاعتبار الأساسي لدى جماعة أنصار الله، يعني مسألة إيران، لماذا لا يقال إنهم جديون في هذه المرحلة بالنظر إلى نفس الاعتبارات التي تحدثت عنها؟ لأنهم هم يريدون فقط إضاعة الوقت، يعني هم ليسوا جادين في تسوية سياسية، هم يريدون إضاعة الوقت وإطالة العملية التفاوضية إلى أكبر قدر ممكن من الوقت، إلى 6 شهور أو سنة، وبعدها تعود الأمور إلى ما هي عليها. المشكلة في جماعة الحوثيين هي بأن لديهم تجارب سابقة، يعني الحكومة اليمنية خاضت أمامهم 6 حروب انتهت باتفاقات سياسية أو اتفاقات على الأرض لم تنفذ منذ 6 سنوات، والآن هذه الحرب اتفقت انتهت أيضا بعدة اتفاقات سياسية أيضا لم يتم التنفيذ منها شيء. بالتالي باعتقادي لا قوات التحالف ستقبل بهذا الانسحاب وستكثف من عملياتها القتالية، ولا أيضا الحوثيون سيذهبون إلى تفاوضات جدية أو انسحاب جدي من هذا. طيب دكتور زهير، ما هي المرحلة المقبلة؟ يعني لو أخذنا أن هذه المرحلة بالفعل حتى يوم الثلاثاء ستتم ويعني تكتمل، ما هي المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ تفاهمات السويد؟
المرحلة المقبلة هي مشاورات لتشكيل حكومة مشتركة، وأيضا الاتفاق على الانسحاب من صنعاء وتسليمها إلى حكومة توافقية، ولكن باعتقادي هذه الأمور لن تنجح الآن، لأن الحكومة الجهة المقابلة لم ترضى بالعملية التي قامت بها القوات الحوثيين بتسليم الموانئ. يعني الآن تقصد حكومة عبد الرب منصور هادي والتحالف؟ نعم، حكومة عبد الرب منصور هذه يعني الحكومة التي تعتبر هي الحكومة الشرعية الآن إذا ما نظرنا إلى انقلاب الحوثيين. بالتالي هذه الحكومة لن تقبل بما فعله الحوثيون الآن من انسحاب من الموانئ، فالعملية الآن هي مرفوضة من الأساس. ولكن المشكلة هي بأن التجاذبات السياسية الآن ومبعوث الأمم المتحدة يريد تحقيق شيء ما كما يتهمه قوات أو أنصار الحكومة، حكومة عبد الرب منصور هذه. بالتالي الآن العملية سيئة ولن تثمر شيء. أشكرك دكتور ناصر زهير، خبير العلاقات الدولية، وقد حدثتني من باريس.